شركة نفطال تقتني باخرة لتموين السفن بالوقود عرض المتوسط. المؤسسة الناشئة في صلب جدول الحكومة وفي البرنامج أمثلة حية عن شباب نجحوا في تجسيد مشاريعهم ميدانيا. وأخيرا تتابعون وزارة الشباب والرياضة تقيم قطاعها في زمن الكورونا وعودة تدريجية لجو المنافسات والبطولات. هذه العناوين سنفصل فيها مشاهدينا بعد الجينيريك، ابقوا معنا. البديل الاقتصادي، اهلا بكم. نحن هنا كما تشاهدون امام باخرة طولقة التي ترسو بميناء الجزائر. هذه الباخرة الجديدة تدعم بها الاسطول البحري لشركة نفطال منذ اسابيع فقط. ما يميزها كونها عصرية وحديثة اولا، وثانيا هي تمون السفن بالوقود باعالي البحار. معنى هذا أن مداخيل معتبرة من العملة الصعبة ستحصدها الجزائر من وراء هذا الاستثمار الهام. بطاقة تعريفية عن باخرة طولقة نتابعها مع الزميلة زهرة بن شيخ في أول محطة من البديل الاقتصادي. بقيمة مالية بلغت حوالي 17 مليون يورو، اقتنت الأيام القليلة الماضية المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية نفطال باخرة جديدة قصد تموين السفن البحرية الوطنية وكذلك الأجنبية بالوقود في أعالي البحار، علماً بأن سفن الإمداد التي تمتلكها نفطال لم تعد تستجيب للمعايير التقنية لتموين السفن عرض المتوسط وذلك لقدمها. للعلم فإن طاقة باخرة طولقة كما أطلق عليها تقدر ب4500 طن موزعة بين الوقود بمعدل 4000 طن والمازوط بمعدل 500 طن. آخر سفينة اقتنيناها كان سنة 1974، ومع مرور الزمن وتقادم تم إلغاء إنهاء الخدمة لثلاث سفن نظرا لكونها لا تستجيب للقوانين الدولية والقوانين الوطنية لاستغلال السفن، ولم يبقى لنا سوى 4 بواخر قيد الخدمة. سفينة طولقة التي اقتنيناها تأتي في إطار مجموعة من السفن التي استقتنيها نفطال، حيث أن هناك سفينتين اللي هما قنتسة والجوفي قيد التركيب في الصين، والتي سنستقبلهما إن شاء الله في خلال شهر جويليا إذا حب ربي إن شاء الله. الاستثمار في هكذا سفينة تستفيد منه الجزائر اقتصادياً، خاصة إذا علمنا أن 12,000 سفينة أجنبية تعبر المياه الإقليمية الجزائرية سنوياً، هذا فضلاً عن السوق الوطنية التي يبلغ عدد زبائنها 60%، حيث يتمثل نشاطهم في نقل المنتجات النفطية من وإلى عدة موانئ. طولقة أكبر من الجوفي وقنتسة، لأنه الجوفي وقنتسة موجهتان للعمل في الموانئ الجزائرية. في الموانئ الجزائرية، أما طولقة فهي موجهة لتزويد بواخر الزبائن بالوقود وأيضا نقل الوقود من ميناء إلى ميناء. زبائن لدينا 40% من زبائن أجانب و 60% محلية. الوقود الجزائري والحمد لله معروف أنه تقريبا خالي من الكبريت. عندنا الفيول 80 بي تي اس باس تونور اون سوفر في حتى 0.01%. سنرفع إن شاء الله مداخل الجزائر من العملة الصعبة، لأن الزبائن الأجانب باي لي فاكتور اون ديفيز سواء دولار سواء اون يورو، وأسعار الوقود التي نبيع تتبع أسعار النفط على المستوى العالمي.
هذه السفينة جت من الصين، دارت 45 يوم بعد حقة الميناء الجزائري، وهذه السفينة أتت في لتعزيز الأسطول نفطال اللي منذ 74 ما شاو حتى سفينة. والسفينة هذه اللي الطول تاعها 83 متر، العرض 17 متر، والغرق 640. الأسطول قديم، فيه آلات قديمة منذ 77، والأسطول الجديد كما راكم تشوفوا في أحدث تكنولوجيا، فيها الرادار، فيها الخرائط إلكترونية ليكتيس باللغة الإنجليزية، فيها كما هذا يعطينا السرعة تاع السرعة لونجيتودينال و فيتاس ترانسفيرسال. السفن القديمة كانوا بلي كارت دو نافيغاسيون بابي، والسفن الجديدة كارت دو نافيغاسيون إلكترونيك. اكزومبل ان تراسي من الجي حتى لليابان عندنا واحد 100 بلس دو 100 كارت، بلس دو 100 كارت، وليوتون يتعب شاك فوا لي روت فيها بزاف. دركا بالكارت الكترونيك بلا سوري برك سفينة طولكا بلا سوري يتراسي من حتى لليابان في ساعة، ميم با ساعة، 40 دقيقة يدير لا روت تاعو من حتى لليابان. نعطيك ان اكزومبل، اون روت الجي بيجاي، هذه لا روت تاعنا، وهنايا دايرين اون ليميت، يخرج النافير منا تصوني لالا، دونك يسمى يخرج من لا روت تاعو تصوني لالا، دونك نحنا الكونترول يبقى توجور او ميليو د الشمال. وبلاكارت كيفاش؟ بلاكارت تخاصي، وشاك فوا تروح الى الغادار ديري بوزيسيون تعاودي ديرها في لاكارت وتكوريجي ثانيك لا روت تاعك، دونك فيها خدمة كبيرة. وهنايا شاك دو سكوند يعطي لك المونيتورينغ، شاك دو سكوند. ما أسهل. أسهل، أسهل بزاف. السفينة طولقة عندها زوج محركات، وعندها ثلاثة جنراتور، مين ان جنراتور تسمى اسونسيال، سي جنراتور برانسيبو كيما يقولوا، وعندها واحد جنراتور تاع نجدة سيفتي، و ماشينري هنايا يعني انستالاسيون اوتوماتيزي، سي اوتوماتيزي يعني من احدث يعني لي انستالاسيون اللي كاين اكتوالمون، البواخر اللي تسيركولي على الموند اونتيير. البراكسي هذا هو يعني كيما نقولوا عيون الضباط هنا اللي خدموا في الانجين في الماشينه هذه، هنا كونسلتيو في كل شيء، هو يخبرنا في كل شيء واش كاين مشاكل ولا حاجه، لي زالارم هذه ما يشتمش هذه حاجه، هذا هو لو براكسيس هذا يخبرنا في اخر تكنولوجيا، اخر تكنولوجيا هذا بسانكيام جينيراسيون. للعلم فإن نفطال ستستلم باخرتين إضافيتين بطاقة استيعاب تصل إلى 2500 طن نهاية السداس الأول من السنة الجارية، بالإضافة إلى مشروع اقتناء ثلاث بواخر أخرى في المدى القريب والمتوسط، ما يعني زيادة في المداخيل من العملة الصعبة. نحن هنا بهذا الفضاء الخاص بالمؤسسة الناشئة، دعونا نشتق من كلمة الناشئة مفردة لديها علاقة بالجيل أو الشباب بمعنى النشأ. حقيقة معظم أصحاب هذه المؤسسات الناشئة من أصحاب المشاريع هم شباب برعوا بخاصة في مجال التكنولوجيا، وهو المحور الذي يفرض نفسه حاليا في سوق العمل، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. إيمان بوثلجة تفصل أكثر في موضوع المؤسسات الناشئة والآليات التي وضعت من أجل إدعمها، نتابع. Thank you.
تتجه الجزائر على غرار باقي الدول في العالم نحو الاقتصاد الجديد وتطوير نموذج أعمال قابل للنمو والازدهار بمنح المشاريع الجديدة فرصة لدعم اقتصادها، متبنية بذلك نظام ستارت أب أو المؤسسات الناشئة التي يتم إطلاقها بسرعة وبتمويل ذاتي بفكرة ريادية مع احتمالات كبيرة للنجاح، معتمدة على قدرات الشباب الذكي الطموح الذي يسعى لإنشاء شركات حديثة لا سيما في مجال تطوير الأنظمة التكنولوجية. ومثال ذلك الطالب حمزة حريز من جامعة سعد دحلب بالبليدة حامل مشروع إيفنت بلس. عندما توقفت جميع القطاعات وجميع الميادين قلنا ولما لا يعني أن نؤسس منصة إلكترونية تضم جميع المنظمين ملتقيات وجميع الفاعلين وجميع الشركات يعني في شتى المجالات وفي شتى الميادين. منصة إيفنت بلس إن شاء الله سوف تضم جميع المنظمين وجميع الفاعلين يعني في العالم إن شاء الله، هي مهيئة لكي تضم أكثر من 1000 ملتقى في اليوم. بالنسبة للخدمات التي تقدمها منصة إيفنت بلس هي الخدمات الافتراضية يعني إنشاء الهوية البصرية للملتقيات هنا في الجزائر. قمنا يعني بوضع المنصة على مستوى وزارة الصحة وهذا بطلب رسمي من طرف الوزارة، أين تم استغلال المنتجات التي صنعت هنا يعني محلية الصنع 100%. المشروع الثاني كان فيه نظام مؤشر أيضا، نظام تحليل البيانات وهو نظام منافس لعدة منتجات أجنبية. النظام مبني على أساس أنه المسؤول يحتاج إلى معطيات ريل تايم يعني في الوقت آنيا لكي يعني يتمكن من اتخاذ أحسن القرارات في الوقت المناسب. قمنا أولا ببداية العمل على نظام معلوماتي صحي ممكن يمكن المؤسسات الاستشفائية من رقمنة كل المؤسسات. مشاريع تحمل حلولا ذكية وفعالة لها القدرة على النمو والتطور تساهم في دعم الاستثمارات ما يسمح بدفع عجلة الاقتصاد الوطني. احنا انشأنا هذا المنتدى اللي يكون صرح للشباب انهم شباب هادو يتلقاو فيه التكوين، يتلقاو فيه المساعدة، يتلقاو فيه الخبرة والمرافقة تاع اصحاب شركات ناشئة اخرى باش ينتجوا شركاتهم. يعني تعرفي انه الشاب حقيقة اكتشفنا انه يتعلم من شاب اخوه، يتعلم شاب مثله، يعني يتعلم الميكانيزمات اللازمة لإنشاء الشركة الناشئة. عندنا برنامج في هذا خصوصا مع الكونفدراليات والجمعيات اللي راهي تجمع أرباب العمل، يعني عندنا فيهم معهم اتصالات مباشرة حول أنهم هذوك الأرباب العمل يشاركوا في التنمية ويستثمروا في الشباب الشركات الناشئة وفي الأفكار الإبداعية. سنة 2020 مع جائحة كورونا برزت ثلاث مجالات وين لي ستارت اب مؤسسات الناشئه نجحوا نجاح اللي ما قدروش ينجحوه من قبل. دونك عندنا المؤسسات الناشئه في الاي ليرنينغ دونك التعليم عن بعد، المؤسسات الناشئه في الاي كوميرس التجاره الالكترونيه، ومؤسسات الناشئه في الطب ولا في لا سونتي في الصحه الالكترونيه. بفضل هذا البرنامج الجديد قدرنا نديو معنا حاملين مشاريع مام في ولايات اخرى اللي ما عندناش حنا حاضنات، كيما دوكا عندنا في 2020 عندنا حامل مشروع في 21 في الجلفة في انتيموشنت في اللي ما عندناش حنا حاضنات، مي نديرو لهم المرافقة ا ديستانس. استحداث وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وكذا دعم الشباب الراغب في إنشاء شركات ومرافقته سواء من الجانب التنظيمي أو التمويلي من خلال تحفيزات جبائية وإعفاءات من الرسوم الجمركية، فضلا عن إنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، إضافة إلى تأسيس لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر. أنا صاحب شركة ناشئة Ultimate Market Technology، هي شركة ناشئة اللي تأسست في برنامج يعني تطوير شركة ناشئة اللي بدأ هنا في الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله. بدينا بفكرة ومررنا بكل المراحل يعني من في حامل المشروع إلى الحاضنة، واليوم راه عندنا شركة ناشئة في إطار يعني الدعم اللي يدير الدولة لشركة ناشئة. المشروع تاعنا هو عبارة عن منصة إلكترونية متمثلة
تحليلة تلعب دور جسر وصل بين الكوادر الطبية كالممرضين أطباء صيادلة كذلك والمرضى الغير قادرين على التنقل. كذلك عندنا تطبيق آخر متمثل في أنه المريض يشوف الطبيب تاعه صوت وصورة بدون ما يتنقل عنده. بفضل فورماسيون يعني اللي كانت دورات تكوينية اللي كانت تديرها الحاضنة اكتسبت معلومات جديدة وين قدرت تكون عندي يونيكيب وخبرات خاصة باش نقدر تكون عندي يونيكيب نجيريها نعرف شنو هو الكوميرسيال نعرف كيفاش نبيع ولا المشروع اتيجيس نسموه Algerian Technology for Geographic Information System معناتها سي تكنولوجيا الجيريان تاع نظام اعلام الي جيوغرافي يعمل توفير يعني لي زادريس تمد لا بوزيسيون جي بي اس حاليا راهو في السوق راهو مستعمل ديجا من شركه من طرف شركه اسمها شركه وسط بلاست وتعمل يعني في الدومين تاع لا جيولوكاليزاسيون يعني تتبع السيارات. تحصي حاليا الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة أزيد من 600 مؤسسة تحمل علامة شركة ناشئة أو مبتكرة، فيما يتوقع ارتفاع العدد مع نهاية السنة الجارية لنحو 1500 مؤسسة ناشئة. بالوزارات اللي وقعنا معهم اتفاقيات شراكة استراتيجية كاين واحد 8 قطاعات حكومية يعني 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 فرحوا كثيرا بالمرافقة تاع المنتدى وخصوصا قدمنا لهم افكار ابداعية تاع الشباب يعني كانت لنا لقاءات معهم كاين وزارة الثقافة وزارة السياحة اللي وقعنا معها الاتفاقية. هذا المنتدى راهو يحاول مع مجموعة من الوزارات انهم ينشئوا حاضنة اعمال خاصة يعني كل وزارة تكون لها حاضنة اعمال خاصة. المؤسسة الناشئة الحالية تحتاج الى حوالي 670 حاضنة أعمال مستقبلا باش تنتج يعني باش تلبي على الأقل احتياجات السوق والنمو تاع الشركات الناشئة مستقبلا. يدخل بالفكرة ونرافقوه عندنا مراحل يجوز عليهم المراحل هذوما le standard c'est un mois et demi حتى la création du registre de commerce le sigil tijari qui كمل même la partie pépinière عنده في تكنوبارك في سيبرباك سيدي عبد الله كاين كذلك الميتي لوكاتير سي لوتيل دي زونتربريز وين تما الى حب يقدر يكري لسباس ان اسباس او بري دو مارشي كي بو اكسبلواتي وين عندنا اكطوالمون عندنا 60 مؤسسه. مؤسسة الشاب محمد مكناش نموذج حي عن ستارت اب في مجال تطوير وتسويق التطبيقات والبرمجيات الحاسوبية بتكنولوجيا متقدمة، استطاعت أن تحقق نجاحا مميزا محليا وأوجدت لها مكانة في السوق العالمية. منتجاتنا متواجدة في السوق الجزائرية الحمد لله، دونك في مؤسسات وطنية ومؤسسات خاصة وأيضا متواجدة في دول الخليج وأيضا متواجدين على مستوى فرنسا دونك اون كليون دونك لانسيتو دو ريشيرش بور لو ديفلوبمون مارسي دونك لي ار دي والحمد لله في الآونة الأخيرة هذه راح ندخلوا دخلنا دونك تم اختيارنا من طرف تم اختيارنا في الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذه المؤسسات الناشئة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ووضع حد للتبعية التكنولوجية للخارج، فهي فرصة للانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للجزائر. هذا المكان تعرفونه جيداً؟ نعم، إنها قاعة حرشة حسن التي احتضنت في الماضي القريب بطولات وبطولات قبل انتشار وباء كورونا. وجودنا هنا للحديث عن قطاع الرياضة لأن الرياضة فيها جانب اقتصادي متعلق بالاستثمارات والمشاريع وما إلى ذلك. الرياضة وجمهور الرياضة عرفوا ملاعب وقاعات مهجورة، نشاطات متوقفة ومشاريع معطلة، الأمر الذي تسبب في وضعية مالية صعبة وحرجة. كيف تعامل معها القطاع؟ سؤال وجهته الزميلة زهرة بن شيخ إلى إطار بوزارة الشباب والرياضة وكان هذا الجواب. تكبد قطاع الشباب والرياضة كغيره من القطاعات الاستراتيجية الأخرى خسائر معتبرة جراء جائحة كورونا، بحيث مس العجز المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يبلغ عدد مستخدميها 1347 مستخدم،
كان أثر الجائحة عليهم أشد وطأة، خاصة إذا علمنا أن حجم هذه الخسائر بالأرقام بلغ 1.3 مليار دينار جزائري، نتج عن الانقطاع شبه الكلي للمداخيل بالنسبة لهذه المؤسسات. مركب محمد بوضياف فقط سجل عجزاً ب 633 مليون دينار. طبعاً المؤسسة هذه نظراً لكبر حجمها تتكون من 14 وحدة، وأكبر وحدة فيها المعروفة هي وحدة ملعب 5 جويلية. المؤسسة الثانية هي الوكالة الوطنية لتسلية الشباب التي لها عجز يقدر ب 456 مليون دينار. مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري وهي مؤسسة لها دور في الأنشطة في أنشطة الألعاب والرهانات، قد سجلت هي بدورها رقما كبيرا يساوي 93 مليون دينار كعجز. مؤسسة أخرى تخص الصندوق الوطني لترقية مبادرة الشباب والممارسات الرياضية، هو كذلك سجل رقما ب 55.300 مليون دينار. والمؤسسة الخامسة في إطار مؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري هي مؤسسة المركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدة، وقد سجلت بدورها ناتجا ساوى 75.400 مليون دينار. بعدما كان لزاما على القطاع غلق المرافق الرياضية والشبانية بداية من مارس 2020، انعكس هذا القرار مباشرة على المشاريع والاستثمارات بحيث تعطل إنجازها، ما يعني ربما تأخرا في مواعيد التسليم بسبب قيود في الميزانية. الملعب الذي سيستضيف الألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، وهو على الملعب الرئيسي سيتم فتحه في الأيام القادمة. الملاعب الأخرى ما زالت تعرف بعض المشاكل في وتيرة الإنجاز على مستوى ملعب الراقي مثلا وملعب الدويرة، ولو أن الوتيرة تسارعت في المدة الأخيرة. المشاريع الأخرى الموجودة على المستوى الوطني هي كلها أكيد عرفت تأجيلا، لا نقول تأجيلا فوقف تنفيذ لمدة، ولكن كلها الآن نتكلم كلها هي في مرحلة الإنجاز. ورغم أن القطاع عرف فترة عصيبة من الناحية المالية، إلا أنه تمكن من الالتفات إلى البدائل للتغلب على أثر الأزمة. الحجر الصحي الذي تم على كل نشاطات فرض على لا نقول بعض كل اتحاديات أن المنافسات والتدريبات حتقوم على المستوى الوطني. مثلا مركز تكجدة تم فتحه للاتحاديات الوطنية للتدريب، هناك مركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بتقصرين تم استغلاله كذلك لتحضير الفرق الوطنية، هناك مركز سرايدي كذلك في أعالي عنابة كذلك استغل في هذا الإطار، كذلك هناك مركز فوكا استغل في هذا. فالمنشآت التابعة للقطاع وظفت في إطار الاستقبال الرياضي النخبة والمستوى العالي. مع عودة تدريجية لبعض النشاطات الرياضية خاصة تلك التي تجري في الهواء الطلق، قطاع الشباب والرياضة يحضر للمواعيد الرياضية الكبرى التي ستحتضنها الجزائر في المستقبل القريب. نهاية هذا العدد من البديل الاقتصادي. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم بخير بعد أسبوعين من الآن، كونوا معنا، إلى اللقاء.